بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا اليوم في درس جديد بعنوان جهاز الإخراج. في هذا الدرس بمشيئة الله سنتعلم اليوم وظائف الجهاز الإخراجي، كذلك كيف يعمل الجهاز البولي على تنقية وتصفية الدم من المواد الضارة الناتجة عن عملية الأيض في الجسم، وكذلك بعض الأمراض التي تصيب الجهاز البولي. لو تأملنا هذه الصورة، ما العلاقة بين ما تراه في الصورة وبين ما يحدث في جسمك؟ بين ما نراه في الصورة، ماذا نرى في الصورة؟ مجموعة من صناديق النفايات التي تحتوي على نفايات كثيرة. طبعا هناك كميات من النفايات المنزلية التي لا نكون بحاجة لها، بل يجب التخلص منها. هذه النفايات ناتجة عن استهلاك بعض المواد سواء كانت غذائية أو غيره، لذلك يجب التخلص منها أولا بأول. طبعا هذا الكلام في المنازل. لماذا يجب التخلص منها؟ لأن تراكمها وبقائها في المنزل سيسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية للسكان في ذلك المنزل. وبالتبعية، فإن تجمع النفايات في أماكن محددة في المدينة دون التخلص منها أيضا سيسبب أضرار صحية وبيئية لسكان ذلك الحي أو تلك المدينة. حقيقة إن ما يحدث في المدينة من تجمع وتراكم للنفايات يحدث أيضا مثله في جسم الإنسان، لذا يجب على الجسم التخلص من تلك البقايا والفضلات لكي يحافظ على صحته. لعلنا نجيب على هذا التساؤل الآن. تراكم النفايات دون التخلص منها يسبب العديد من ألف المشكلات الصحية اللي هي الأمراض، يسبب المشكلات البيئية التلوث، أيضا يؤدي إلى تجمع الحشرات والقوارض. أما الإجابة الصحيحة جميع ما تقدم. إذا تراكم النفايات دون التخلص منها يسبب العديد من كل ما تقدم، يسبب العديد من المشكلات الصحية اللي هي الأمراض وكذلك التلوث، وأيضا يؤدي إلى تجمع لتلك الحشرات والقوارض. إذن الإجابة الصحيحة جميع ما تقدم. الجهاز البولي ليس إلا جزء من الجهاز الإخراجي في جسم الإنسان، ففي جسم الإنسان يوجد مجموعة من الأجهزة عن طريقها يتم التخلص من المواد التي قد تلحق الضرر بالجسم. على سبيل المثال، الجهاز الهضمي، كلنا نعرف أن الجهاز الهضمي يحدث في عملية هضم الطعام ولكن بشكل غير كامل، أي أن هناك سيكون بقايا للطعام غير مهضوم، لذلك أيضا يجب التخلص منها. كيف يتم التخلص منها؟ عن طريق الجهاز الهضمي الذي يقوم بإخراجها على شكل براز. أيضا الجهاز الدوري الدموي في جسم الإنسان، الجهاز الدوري الدموي يعمل على إخراج ثاني أكسيد الكربون طبعا بمساعدة الجهاز التنفسي اللي هو الرئتين. كذلك هناك الجلد كما نلاحظ في هذه الصورة أمامنا، الجلد يعمل على إخراج الماء الزائد وبعض الأملاح عن طريق العرق. أما الجهاز البولي اللي هو موضوع درسنا اليوم، فإن عليه العبء الأكبر في تخليص الجسم من تلك المواد الضارة. عملية الإخراج بشكل عام هي عملية يتم فيها التخلص من المواد الضارة الناتجة عن عمليات الأيض في الخلايا داخل الجسم. مثل ما ذكرنا، الرئتين تقوم بإخراج ثاني أكسيد الكربون بعد أن يأتي إليها بواسطة الدم، كذلك أيضا كمية من بخار الماء خلال عملية الزفير. الجهاز البولي اللي هو عبارة عن الكليتين يتم التخلص بواسطتها من الأملاح الزائدة والماء الزائد والبولينا وحمض البوليك الناتجة عن عملية الأيض داخل الخلايا. الجلد كما ذكرنا يقوم بإخراج كمية من الماء
والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم، طبعا الأملاح المذابة في ذلك الماء. أما الجهاز البولي مثل ما ذكرت فهو الجهاز المسؤول عن تخليص الجسم من الفضلات الضارة، منها البولينا وحمض البوليك، والتي بقاؤها في خلايا الجسم سيؤثر على وظائف تلك الخلايا بشكل عام. مما يتركب الجهاز البولي؟ الجهاز البولي يتركب من كليتين كما نرى. الكليتين هذه توجد في الجزء الخلفي من الجسم خلف البطن على جانبي العمود الفقري. وظيفة الكليتين هو تنقية الدم من المواد الضارة، تنقي الدم، تصفي، يعني تعمل مثل عمل الفلتر. وش هي تلك المواد الضارة؟ الماء الزائد، الأملاح الزائدة، البولينا وحمض البول. من كل كلية يخرج أنبوب، هذا الأنبوب نسميه حالب. إذا عندي هنا حالبين لأن عندي أصلا كليتين، هذان الأنبوبان يصلان ما بين الكلية والمثانة البولية. هذه المثانة البولية هي عبارة عن كيس يتصل بالحالبين، هذه هي الحالبين، ووظيفتها تخزين البول حتى يتم إخراجه من الجسم. طبعا يتم تخزينه على فترات قد تمتد إلى 3، 4، 5، 6 ساعات على حسب كمية الماء الذي يشربها الإنسان. أحيانا تشرب كميات قليلة فلذلك تكون عملية التبول نادرة أو بطيئة. كذلك اعتمد أيضا على درجات الحرارة وعلى المجهود البدني الذي يبذله ذلك الشخص. ما أجزاء الجهاز البولي؟ كما رأينا قبل قليل أجزاء الجهاز البولي عبارة عن الكليتان ثنتين، ومن كل كلية يخرج أنبوب، هذا الأنبوب سميناه حالب. وما دام إن عندي كليتين إذا عندي أنبوبين، إذا تتكون أو يتكون الجهاز البولي من الكليتان والحالبان. كلا الحالبان يلتقيان في كيس عضلي أسفل البطن، سمينا هذا الكيس بالمثانة البولية. إذا مكونات الجهاز البولي هي الكليتان والحالبان والمثانة البولية. العضو الذي يخلص الجسم من فضلات الطعام الغير مهضومة، فضلات الطعام الغير مهضومة، هل هو الكبد أم الأمعاء الدقيقة أم الأمعاء الغليظة أم الكليتان؟ إذن طالما أننا نتكلم عن فضلات طعام غير مهضومة فالإجابة الصحيحة هي الأمعاء الغليظة. إذن الأمعاء الغليظة هي التي تخلصنا من فضلات الطعام الغير مهضومة. نجيب على هذا التساؤل، يشمل الجهاز البولي كل من الكليتان، الحالبان، أم المثانة البولية، أم جميع ما تقدم؟ إذا طالما أننا نتكلم عن الجهاز البولي فالجهاز البولي يتكون من الكليتان وكذلك الحالبان وكذلك المثانة البولية. إذا الإجابة الصحيحة جميع ما تقدم. ما العضو الذي يقوم بتنقية وتصفية الدم من فضلات عمليات الأيض في الخلايا؟ عمليات الأيض هي عمليات كيميائية أو تفاعلات كيميائية تحدث في الخلايا بين الأكسجين وسكر الجلوكوز، ينتج عنها بعض المواد الضارة. طبعا كل ذلك من أجل الحصول على ماذا؟ الحصول على الطاقة. فمن أجل الحصول على الطاقة سينتج مواد ضارة عن تلك العمليات الكيميائية التي تحدث في الخلايا. هذه المواد الضارة يجب أن يتخلص منها الجسم. ما اسم العضو الذي يخلص الجسم من تلك الفضلات؟ إنها الكلية. الكلية، وطبعا عند الإنسان كليتان، لذلك نقول الذي يخلص الدم أو يصفي الدم من تلك المواد الضارة هما الكليتان. والسؤال الآن، كيف تقوم الكليتان بتصفية أو تنقية الدم من الماء الزائد
والأملاح والفضلات الخلوية يعني الناتجة عن الخلية. في مقطع طولي للكلية كما نرى أمامنا نجد أن الكلية تحتوي على ما يقارب المليون نفرون، وحدات تركيبية كلوية نسميها نفرون باللغة الإنجليزية، وبالعربي نسميها نفريدة، مجموعها نفريدات النفريدات. إذا كل كلية تقريبا بها مليون وحدة تنقية للدم نسميها نفريدة. لو أخذنا وحدة من هذه النفريدات كبرناها تحت المجهر نجد أنها عبارة عن مجموعة من الأنابيب. هذا الأنبوب بدايته يكون على شكل كأس، يدخل الدم المحمل بالمواد الضارة إلى داخل هذا الكأس، حيث تتم عملية ترشيح الماء الزائد والأملاح والفضلات وكذلك السكر، وهذه تعتبر المرحلة الأولى من عملية الترشيح. ثم تنتقل تلك المواد عبر هذا الأنبوب الكلوي، وخلال مروري عبر هذا الأنبوب تتم مرحلة الترشيح الثانية. لاحظوا الترشيح الأولى يحدث فيها ترشيح للماء الزائد والأملاح والفضلات الخلوية وكذلك السكر، وبعد أن تمر تلك المواد عبر هذا الأنبوب يتم إعادة ترشيحها مرة أخرى اللي هي المرحلة الثانية، حيث تقوم الشعيرات الدموية بإعادة أو باستعادة الماء والسكر، بينما تبقى كمية الماء الزائدة والأملاح والمواد السامة عبر هذا الأنبوب، حيث تتجمع في أنبوب نسميه الأنبوب الجامع. الدم في هذه الحالة بعد أن يستعيد تلك المواد التي هو بحاجة إليها يعود مرة ثانية إلى الدم، ومن الدم يتوزع مرة أخرى على جميع أجزاء الجسم. طبعا طالما أن هناك مليون وحدة من هذه النفريدة فإن الإنسان بإمكانه أن يعيش بكلية واحدة. ماذا لو لم تستطع الكلية القيام بتلك الوظيفة؟ إذا لم تستطع الكلية القيام بتلك الوظيفة فإن في هذه الحالة سيتعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية والمرضية، وبالتالي ستسبب له آلام شديدة. نقول في هذه الحالة أن الكلية إذا لم تستطع القيام بوظيفتها وهي تنقية الدم من المواد الضارة يصبح الإنسان في هذه الحالة مصاب بمرض اسمه مرض الفشل الكلوي، وعندها لابد من اللجوء إلى الطبيب من أجل القيام بعملية غسيل للدم. أكمل الفراغ التالي: تتكون الكلية الواحدة تقريبا من مليون وحدة ترشيح دقيقة، تسمى الوحدات الأنبوبية الكلوية، أو يلا سميناها باسمين، واحد باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، سميناها نفرون وبالعربي نفريدة، جمعها نفريدات. إذن تتكون الكلية الواحدة تقريبا من مليون وحدة نسميها النفريدة أو النفرون. الجهاز البولي مثله مثل أي جهاز في جسم الإنسان معرض للإصابة بالأمراض. فما هي الأمراض التي يمكن أن تصيب الجهاز البولي؟ نؤكد مرة أخرى على أعضاء الجهاز البولي هي الكليتين، ومن كل كلية يخرج أنبوب نسميه حالب، وكلا الحالبين تلتقيان في كيس في أسفل البطن، هذا الكيس سميناه المثانة البولية. من الأمراض التي تصيب الجهاز البولي انسداد في الحالبين أحدهما أو كلاهما. هذا الانسداد ناتج عن ماذا؟ عن تراكم بعض الأملاح والتي قد تتسبب عند تبلورها وعدم خروجها إلى انسداد ذلك الحالب، نسميها إحنا حصوات كلية أو حصوات الكلى. طبعا لماذا يحدث انسداد في الحالب؟ لأن أنابيب الحالب أو أنبوب الحالب أنبوب ضيق، تصبح المواد الضارة متجمعة في داخل الكلية
وهذا قد يؤثر على خلايا الكلية نفسها، مما قد يؤدي لا سمح الله إلى حدوث الفشل الكلوي. لذلك تسبب هذه الحصوات آلام شديدة، وبالتالي يمكن معالجتها طبيا من خلال إما تفتيتها بأشعة الليزر أو من خلال العمليات الجراحية. إذن أول مشاكل الجهاز البولي تتلخص في تكون الحصوات الكلوية، عدم قدرة الكلية على القيام بوظائفها اللي احنا نسميه الفشل الكلوي، يعرض الإنسان لتفاقم المشاكل الصحية في الجسم، اختلال توازن الماء والأملاح، تراكم الفضلات في الدم. أم الإجابة الصحيحة؟ جميع ما تقدم. من المؤكد أن الكلية إذا لم تستطيع القيام بوظائفها فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية في الجسم، وكذلك اختلال توازن الماء والأملاح، وكذلك تراكم الفضلات في الدم. يعني الإجابة الصحيحة جميع ما تقدم. النوع الثاني الذي يصيب الكلى اللي هو الفشل الكلوي، من أمراض الجهاز البولي الفشل الكلوي. فما هو الفشل الكلوي وكيف يتم معالجته؟ ما الغسيل الكلوي ومتى يلجأ إليه الإنسان؟ خلينا نحدد لكم إياه بشكل بسيط. الفشل الكلوي هو عدم قدرة الكلية على القيام بتصفية أو تنقية الدم من المواد الضارة. إذا حدث فشل كلوي ينتج عنه أضرار صحية للجسم. طيب، كم من المرات يحتاج الإنسان في حالة الفشل الكلوي إلى الذهاب إلى الطبيب؟ عادة إذا حدث عند الإنسان لا سمح الله فشل كلوي، فإنه يجب أن يقوم بعملية غسيل كلوي 3 مرات أسبوعيا. لاحظوا، 3 مرات في الأسبوع تقريبا، وكل مرة تقريبا تستغرق تنقية أو تصفية الدم عبر أجهزة الغسيل الكلوي ما يقارب 4 ساعات. طبعا سيصاحب ذلك شروط قاسية في تناول الغذاء وفي بذل المجهود، يعني سيصبح الإنسان في هذه الحالة مقيد، ومن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى ضعف بشكل عام في الجسم. أجارنا الله وإياكم من هذا المرض اللي هو مرض الفشل الكلوي. خلونا نتكلم مرة ثانية عن كيفية قيام الكلية بوظائفها، وكذلك كيف تتم عملية الغسيل الكلوي في حالة عدم قدرة الكلية على القيام بوظيفتها الأساسية. كما ذكرنا، كل إنسان لديه كليتين. الكليتين تقع في الخصر خلف البطن، يعني على جانبي العمود الفقري. وظيفة الكليتين كما ذكرنا هو تنقية الدم من الماء الزائد وكذلك الأملاح والمواد الناتجة من عملية الأيض. كل كلية يخرج منها حالب، وكل حالب يلتقيان في المثانة البولية يتم فيها تخزين البول. عندما يأتي الدم الذي يوجد به تلك المواد إلى الكلية، تقوم الكلية بإحداث عملية توازن ما بين الأملاح والماء. إذا كانت الكلية تؤدي وظيفتها بشكل سليم فستتم عملية الترشيح. أما إذا تعرضت الكلية إلى أي سبب من الأسباب الذي يضرها أو يؤدي إلى عدم قدرتها على أداء وظيفتها، كالسموم والمواد الكيميائية أو تجمع الحصوات الكلوية، فإن ذلك يؤدي إلى فشل الكلية وبالتالي تجمع وتراكم تلك المواد في الدم. عندها سيحدث خلل في التوازن ما بين الماء والأملاح الموجودة في الدم، وبالتالي يشعر الجسم بالهزال والآلام الشديدة. هنا يجب الذهاب إلى الطبيب، ومن خلال أو بعد الفحص يتم التأكد إذا كانت الكلية تعمل أو لا تعمل. وفي حالة ثبوت أن الكلية غير قادرة على أداء وظيفتها يتم تحديد موعد جلسة لذلك المريض من أجل القيام بعملية الغسيل الكلوي. ما المقصود بالغسيل الكلوي؟ تنقية الدم من المواد الضارة. كيف تتم؟ من خلال جهاز. هذا الجهاز وظيفته الأساسية مثل وظيفة الكلية تماما، يخرج الدم من جسم المريض، طبعا الدم الذي فيه المواد الضارة
عبر أنبوب، يعني ندخل إبرة في جسم المريض، عبر أنبوب ينتقل الدم من جسم المريض إلى ذلك الجهاز، وذلك الجهاز يقوم بعملية تصفية وتنقية الدم، ثم يعاد الدم مرة أخرى عبر أنبوب آخر إلى جسم المريض كما سنشاهد بعد قليل. إذا هنا يتم وضع إبرتين، واحدة في وريد، واحدة في شريان، واحدة لخروج الدم من الجسم إلى الجهاز، والأخرى لعودة الدم من الجهاز إلى الجسم. كما ذكرنا العملية تستغرق ما يقارب ال4 ساعات لتنقية الدم بشكل كامل في جسم الإنسان. أيوه، يلا، هذا هو الدم القادم إلى الجهاز من الجسم. في هذا الجهاز تتم الفلترة أو تنقية الدم من تلك المواد الضارة، وبعد أن تتم تنقيته من تلك المواد الضارة، هذه المواد الضارة تم فصلها الآن، يتم إعادة الدم مرة أخرى عن طريق أنبوب آخر، أيوة، بدأ الآن العودة إلى جسم المريض. كما ذكرنا هذه العملية تستغرق ما يقارب ال4 ساعات. طبعا الجهاز في هذه الحالة نسميه الكلية الصناعية. تقريبا وصلنا إلى نهاية الدرس، لعلنا نتشارك في الإجابة على هذا التقويم الختامي ونتحدث فيه عن الجهاز الإخراجي. نكمل بعض الفراغات الموجودة في هذا الجزء. الجهاز الإخراجي، قلنا الجهاز الإخراجي يشمل أو يضم عدة أجهزة، مذكور من هنا 2، هما الجهاز البولي والجلد والغدد العرقية. أما الجهازين الآخرين لعلنا نتعرف عليهم. أحد هذه الأجهزة يخلص الجسم من الغازات السامة. ما هو هذا الجهاز الذي يخلص الجسم من الغازات السامة؟ أكيد كلنا نعرف، هو الجهاز التنفسي. جهاز آخر يخلص الجسم من فضلات الطعام الغير مهضومة. يخلص الجسم من فضلات الطعام الغير مهضومة. ما اسم هذا الجهاز؟ هو الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي. أيضا الجهاز البولي عرفنا أنه يخلص الجسم من الماء الزائد والسكر والأملاح، فمما يتكون الجهاز البولي من 3 أعضاء أو أجزاء، هي الكليتان والحالبان والمثانة البولية. تعلمنا اليوم ولله الحمد في هذا الدرس الجهاز الإخراجي، وعرفنا أن الجهاز الإخراجي يضم مجموعة من الأجهزة، هي الجهاز التنفسي الذي يخلص الجسم من الغازات السامة، والجهاز الهضمي الذي يخلص الجسم من فضلات الطعام الغير مهضومة، الجهاز البولي الذي يخلص الجسم من الماء الزائد والأملاح، وكذلك البولينة وحمض البول، والجلد حيث يخفف أو يخلص الجسم من بعض الماء والأملاح الزائدة. آمل أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم، حتى ألقاكم إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.